مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. سفيان أمرابط يبهر العالم بخطوة مميزة تضامنا مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا. هداف المنتخب الوطني المغربي طارق تشيسودالي يزف خبرا صار للمغاربة بخصوص عودته للملاعب في هذا الوقت. مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي يتلقى أسعد خبر اليوم قبل مواجهة المنتخب البرازيلي والبيرو وديا في شهر مارس المقبل. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يتخذ هذا القرار الهام ارتباطا بحارس المنتخب الوطني المغربي ياسين بونو. مدرب جديد في طاولة الاحترافية المرشحة لخلافة التونسي المهدي النفطي داخل القلعة الحمراء. صار الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي على درب بيع أقمصة اللاعبين تضامنا مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا، وذلك بعرض قميص له للبيع موقع من طرف العديد من زملائه في فيورنتينا، وذلك لمساندة الشعب التركي والسوري في مهنته. ووضع أمرابط قميصه في موقع مشهور للبيع عرض فيه مجموعة من المشاهير العام أقمصتهم الرسمية للبيع دعما لضحايا زلزال تركيا وسوريا. تم وضع رقم مالي محدد في 500 أورو كثمن للقميص. وعرض العديد من اللاعبين في المجموعة من الدوريات أقمصة شخصية لهم موقعة من طرف مجموعة من اللاعبين خاصة ميسي ورونالدو أثناء مواجهة السابقة رفقتهم، إذ فضلوا مساعدة ضحايا زلزال وتركيا. بيع هذه الأقمصة التذكارية إذ قرروا بيعها وإخراجها من دواليب منازلهم دعما للشعب التركي والسوري. يستعد الدولي المغربي طارق تشيسودالي مهاجم نادي جينيك البلجيكي لكرة القدم للعودة من جديد إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها أياما قبل انطلاق النسخة الماضية من نهائيات كأس العالم قطر 2022. وعلمت المصادر المقربة للاعب طارق تشيسودالي أن الأخير بات قريبا من تسجيل ظهوره الأول في الملاعب البلجيكية بعد غياب طويل منذ شهر غشت من السنة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها لإجراء عملية جراحية أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة وحرمته من المشاركة مع أسود الأطلس بعد أن كان أحد المساهمين في التأهل. وأكدت المصادر نفسها أن تشيسودالي ينتظر أن يعود إلى الملاعب في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر مارس المقبل، إذ أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أخيرا أكدت تعافيه بشكل كبير من الإصابة التي كان يعاني منها. وأوضحت المصادر ذاتها أن تشيسودالي يخوض حصص تدريبية مع فريقه بشكل منتظم وفق برنامج تأهيلي خاص، وذلك قبل عودته خلال الأيام المقبلة. كما استبعدت المصادر نفسها أن يشارك تشيسودالي مع المنتخب الوطني المغربي في وديتي البرازيل والبيرو نهاية شهر مارس المقبل، مؤكدا أنه قد يكون حاضرا فقط لاستثناء مع أجواء المجموعة. استقبل الناخب الوطني وليد الركراكي خبرا سارا متمتعا في عودة النجم المغربي نصير مزراوي للتدريب الجماعية الخاصة بنادي بايرن ميونخ الألماني. وشارك بايرن ميونخ على حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنصير مزراوي معلقا عليها أشياء تحب أن تراها، مرحبا بعودتك إلى التدريب يا نصير. وغاب مزراوي عن تدريب الأسابيع جراء معاناته من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا عقب كأس العالم قطر 2022. وتشكلت عودة نصير مزراوي خبرا سارا لوليد الركراكي الذي يضع اللاعب ضمن اللاعبين الذين يراهن ويعول عليهم كثيرا قبل شهر من مواجهة البرازيل في ودية مرتقبة. قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اتخاذ قرار هام له ارتباطا وثيق بحارس المنتخب الوطني المغربي. وقرر الفيفا عدم تسريب اي خبر يهم الفائز بجائزة افضل حارس في العالم للعام المنصرم. وحسب التقارير الفرنسية فإن الفيفا قرر عدم تسريب اسم الفائزين في خطوة للحفاظ على التسويق ورفع من متابعي الحفلة، ويعلن عن اسم الفائز بجائزة أفضل حارس مساء يوم الاثنين القادم بالعاصمة الفرنسية باريس. وينافس بونو على الجائزة
كلا من البلجيكي تيبو كورتوا حارسنا لريال مدريد والأرجنتيني إيمانويل مارتينيز حارس أسطون فيلا الإنجليزية. ويعد ياسين بونو الحارس الأوفر حظا للفوز بالجائزة بعدما قاد المنتخب الوطني المغربي لبلوغ المربع الذهبي لكأس العالم قطر 2022 في إنجاز تاريخي غير مسبوق كأول بلد إفريقي وعربي يصل إلى هذا الدور. أكدت المصادر المقربة من نادي الوداد الرياضي بأن سعيد الناصري رئيس الفريق يجري مفاوضات مع الدولي المغربي السابق عادل رمزي لتدريب النادي خلفا للتونسي المهدي النفطي الذي ينوي الناصري إقالته من منصبه بعد نهاية المواجهة أمام فريق بيترو أتليتيكو برسم الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري العصبة الأبطال. ويرغب الناصري في التعاقد مع رمزي لاستفادة من تجربته بعد سنوات قضاها رفقة فريق إندهوف الهولندي، وكان رمزي مرشحا للانضمام إلى الطاقم التقني لوليد الركراكي بالمنتخب الوطني المغربي، غير أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رفضت طلبه بالجمع بين المهمة الأسود والتدريب بالدوري الهولندي. وكان النادي الوداد الرياضي يرغب في التعاقد مع المدرب الفرنسي كارتيونا قبل أن يظهر اسم عادل رمزي، إذ يعتبر حاليا المرشح الأبرز لقيادة نادي الوداد الرياضي فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.